بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، ورضي الله تعالى عنكم وعن الحاضرين. قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. نعم. إذا رأى شخص الهلال رؤية بصرية ولكن لم يختم بشهادته، لم يحكم بشهادته لأمر من الأمور، لكن هو متيقن من رؤية الهلال فيعمل بيقين نفسه ويصوم هو وحده ولو لم يصم الناس، لأنه متيقن أن هذا اليوم من رمضان. وكذلك يلزمه ما علق على الشهر من طلاق أو عتق أو غير ذلك، لأنه متيقن من هذا الأمر. نعم. قال: أو رأى وحده هلال شوال. أما إذا رأى وحده هلال شوال ولم يره غيره، معلوم أن هلال شوال ما يكفي واحد، لازم من اثنين، وهو متيقن انه هل شوال ما يفطر في هذه الحالة، ما ينفرد عن الناس، ما يفطر، لانه ما تم نصاب الشهادة على انتهاء رمضان، ما تم، فلا يعمل برؤيته وحده، انما يصوم مع الناس، بخلاف دخول الشهر فإن النصاب واحد، شاهد واحد، وهو يعلم أنه من رمضان، فيختلف أول الشهر عن آخره، لأن أوله يكفي فيه واحد، أما آخره فلا بد من اثنين. نعم. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. الفطر يوم يفطر الناس، فلا يفطر وحده ويقول أنا رأيت هلال شوال، لا يفطر، لأنه ما تكامل النصاب، لازم من شاهد آخر معه. نعم. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور وتحرى صام وأجزاه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. إذا كان الإنسان ما يرى الأهلة ولا يسمع شيء، وهو معزول عن الناس، لأن كان مسجون أو مأسور عند الأعداء، فهذا يجتهد في دخول الشهر وخروجه، ويصوم على حسب ما يغلب على ظنه، وصومه صحيح، يصوم بالاجتهاد ويفطر بالاجتهاد، لأنه ما يقدر على أكثر من ذلك. ما لم يتبين أنه صام الأيام المحرم صومها، كيوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام التشريق، إذا تبين له أنه صام الأيام المحرم صومها فإنه يصوم بدلها، لأن هذا الصوم غير صحيح. نعم. قال: ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر. من يلزمه الصوم؟ يلزم كل مسلم بالغ عاقل، كل مسلم بالغ عاقل، فغير المسلم وهو الكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه، لو صام ما صح منه،
لأنه كافر، والكفر يبطل الأعمال ولا يطالب به حتى يسلم، لا يطالب بالصيام حتى يسلم. وكذلك الصغير لا يلزمه الصوم، الذي دون البلوغ لا يلزمه الصوم لأنه غير مكلف، ولكن يدرب عليه، وليه يدربه على الصيام ويكون نافلة في حقه. وكذلك المجنون البالغ المجنون أو المعتوه، هذا ليس عليه صوم ولا صلاة لأنه غير مكلف، فيلزم الصوم كل مسلم بخلاف الكافر، بالغ بخلاف الصغير، عاقل بخلاف المجنون الذي جنونه مطبق، أو المعتوه الذي ليس له عقل. نعم. ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. لو أسلم في أثناء الشهر، أسلم في أثناء الشهر فإنه يصوم الباقي من الشهر بعد إسلامه، وأما ما كان قبل أن يسلم فليس عليه فيه شيء. لو أسلم في منتصف الشهر فإنه يصوم النصف الباقي، وأما النصف الأول فلا يقضيه لأنه غير مسلم في ذاك الوقت. نعم. مكلف لا صغير ومجنون. نعم، عرفنا هذا. قادر لا مريض يعجز عنه للآية. نعم، كذلك المريض. المريض على قسمين، مريض على قسمين، مريض عارض يرجى زواله فهذا يفطر أثناء المرض ويقضي من أيام أخرى. والنوع الثاني المريض الذي مرضه مزمن لا يرجى زواله ولا يستطيع الصيام، فهذا يفدي يطعم عن كل يوم مسكين، على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا المريض مرض عارض يرجى زواله، هذا يقضي. مرض لا يرجى زواله ولا يستطيع الصيام، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا ويكفيه. نعم. أما المرض اليسير، المرض اليسير كالصداع ووجع الضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز له أن يفطر من أجله. نعم. وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. نعم، على ولي الصغير الذي دون البلوغ أن يأمره بالصيام من أجل أن يتدرب عليه، ويضربه بضرب يسير، يضربه إذا ترك صيامه يقدر ضربا يسيرا لأجل أن يعتاد الصيام ويكون له أجر. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. إذا قامت البينة على دخول الشهر في أثناء النهار، قالوا أنه مشهور من البارح شهادة عدل، لكن ما بلغ الناس إلا في أثناء النهار، فإنهم يمسكون بقية اليوم ويقضون بدله يوما آخر. نعم. على ذلك من أسلم في أثناء النهار كما سبق، أو قدم من سفر، أو شفي من مرض في أثناء النهار، من زال عذره في أثناء النهار فإنه يمسك بقية اليوم
ويقضي بدله يوما كاملا بعد رمضان. نعم. على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه أي وجوب الصوم وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. نعم، على كل من صار في أثناء النهار أهلا للوجوب، كالمسافر إذا قدم، والمريض إذا شفي، والمرأة الحائض إذا طهرت، والصغير إذا بلغ في أثناء النهار، كل هؤلاء يمسكون بقية اليوم احتراما للوقت ويقضون بدله يوما كاملا. نعم. وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. نعم. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. نعم. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى. نعم. فإن كانوا صائمين أجزاءهم، إن كانوا صائمين من أول النهار، الصغير كان صائم، المريض كان صائم من أول النهار وشهي أثناء النهار، يجزيهم صيام هذا اليوم لأنهم مستكملون للصيام من أول النهار. نعم. ولو كانوا في أول النهار غير واجب عليهم، لكنهم صاموا فيجزيهم. نعم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. إذا كان المسافر ما بقي عليه إلا مسافة يسيرة ويصل البلد، فإنه يلزمه الصوم من أول النهار قبل أن يصل إلى البلد، فيصوم من أجل أنه سيصل في أثناء النهار ويكفيه هذا، ولا يقول لا أنا بفطر لما أدخل البلد، ما هو يقول يلزم الصوم. في قول آخر أنه ما يلزمه لأنه ما زال مسافرا فله الإفطار، فإذا دخل البلد يمسك بقية اليوم كما سبق ويقضي يوما بدله. نعم. لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. نعم. إذا علم الصبي أنه سيبلغ غدا، كيف يعلم أنه سيبلغ غدا؟ يعني بالسن، إذا علم أنه يبيتم 15 يوم من الغد، هذا ما يلزم الصوم من أول النهار لأنه غير مكلف. نعم. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. نعم، هذا هو النوع الثاني من المرضى الذي لا يرجى برؤه ولا يرجى أنه يقضي في المستقبل، هذا يطعم عن كل يوم مسكين، فدية طعام مساكين. نعم. ما يجزئ في كفارة مد من بر أو نصف طاعم. مقدار الفدية أو الكفارة نص صاع عن كل يوم، يقول المذهب ربع الصاع، مد ربع الصاع، لكن القول الصحيح أنه نصف الصاع، نصف الصاع يعني كيلو ونصف تقريبا. نعم. مد من بر أو نصف صاع من غيره. الصحيح أنه سواء البر وغيره، نصف صاع من الكل ومقدار كيلو ونصف. نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، ليست منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أياما معدودات. قال بعض العلماء إنهم كانوا في الأول يصومون 3 أيام فقط، يصومون 3 أيام، ثم نسخ ذلك بإيجاب صيام شهر رمضان، قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصم.
قالوا هذه ناسخة لقوله أياما معدودات. انتقل المسلمون من صيام ثلاثة أيام إلى صيام شهر رمضان. هذا قول. قول الثاني هو اختيار ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية الثانية ليست ناسخة للأولى، وإنما هي مبينة ومفسرة لها. فالأيام المعدودات هي شهر رمضان، وهي باقية غير منسوخة لحق الشيخ الكبير الهرم والمريض المزمن أنهم يطعمون عن كل يوم مسكين. نعم. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. نعم. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. إذا كان الكبير الهرم أو المريض المزمن حاضرا في البلد يطعم، أما إذا كان حال دخل عليه رمضان وخرج وهو مسافر فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنه مرخص له للإفطار ولأنه عاجز عن الصيام عجزا مطلقا. نعم. قال: وسن الفطر لمريض يضره الصوم. حكم الفطر للمريض الذي يضره، إذا كان المريض لا يضره الصوم إنه يصوم لعدم الحاجة إلى الفطر، أما إذا كان الصوم يضره لأن يزيد عليه المرض أو يؤخر برأه أو نصح الطبيب المختص بأنه يحتاج إلى الفطر فإنه يفطر، يجوز أنه يصوم ولو عليه مشقة، لكن فطره أفضل رفقا بنفسه وأخذا بالرخصة التي رخص الله بها له، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإفطاره أفضل من صيامه، وإن صام تحمل المشقة فصيامه صحيح. نعم. ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة. يباح الإفطار أو يرخص للإفطار للمسافر الذي يباح له القصر، قصر الصلاة، إذا أبيح له قصر الصلاة أبيح له الإفطار في نهار رمضان نظرا لسفره، ولا ينظر إلى أن عليه مشقة أو ما عليه مشقة، مجرد السفر، مجرد السفر يبيح الإفطار، لأن الله علق الرخصة بالسفر ولم يعلقها بالمشقة، فالمسافر له أن يفطر، وليس كل مسافر، بل المسافر الذي يباح له قصر الصلاة الرباعية بأن يبلغ المسافة وهي مسافة 80 كيلو فأكثر، مسيرة يومين للراحلة، أما ما دون 80 كيلو فهذا ليس سفرا، هذا لا يجوز الإفطار ما كان مسافته أقل من 80 كيلو لأنه لا يسمى سفرا. نعم. لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن كان مريضا المرض الذي يشق معه الصيام، أو على سفر السفر المباح، السفر المباح لأجل تجارة، لأجل نزهة، لأجل صلة رحم، لأجل حج أو لأجل عمرة، لأجل عمرة في رمضان، فيباح له الإفطار، المسافر يباح له الإفطار. نعم. ويكره لهم الصوم. إذا كان عليه مشقة يكره له الصوم، لكن يصح إذا صام صح صومه مع الكراهة لأنه ترك الرخصة. نعم. قال: ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه. نعم.
ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه. نعم، بعض الناس قد يصاب بالشبق، ما يسمى بالشبق، شبق، والشبق بفتح الباء هو شهوة الجماع التي لا يستطيع مدافعتها، ما يستطيع مدافعتها لأنه نوع مرض، نوع مرض فيه، ولا يندفع إلا بالجماع. يباح له الجماع في رمضان لأنه مثل المريض، لأن هذا نوع من المرض، ولا كفارة عليه، كفارة الجماع، لأن الصاحي الصحيح إذا جامع في رمضان بطل صومه، عليه الكفارة المغلظة، عليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكين. هذا إذا كان جامع وهو صحيح ما بالشبق. أما إذا جامع من أجل الشبق، والشبق نوع من المرض، فهذا لا كفارة عليه، لكن يقضي اليوم. نعم. قال: أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطئ. نعم. ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة، ويقضي. يخاف لو لم يجامع أن تتشقق أنثياه، أي الخصيتين، لأنه مصاب بهذا المرض، ولا يندفع هذا المرض إلا بالجماع، يرخص له بالجماع لأنه مريض. نعم. ولا كفارة، لا كفارة جماع، يعني لا كفارة جماع عليه، لأن هذا مأذون له فيه. نعم. ويقضي، لكن يقضي اليوم الذي جامع فيه، مثل المريض إذا أفطر فإنه يقضي. نعم. ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير، حتى إذا تعذر القضاء أيضا، إذا كان تعذر عليه القضاء، الشبق دائم معه، ما له وقت يذهب عنه يقضي، هذا مثل الكبير الهرم، يطعم عن كل يوم مسكين، هذا مرض مزمن. نعم. وإن سافر ليفطر حرما، السفر يباح فيه الإفطار، السفر يباح فيه الإفطار بشرط أن لا يقصد الحيلة للسفر، يسافر من أجل أن يفطر، هذا لا يجوز. لكن إن سافر لحاجة من الحوائج المباحة فلا يفطر. أما إن سافر ما له حاجة ولا يريد السفر، إنما يريد الإفطار فقط، هذا احتيال ولا يجوز له ذلك. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، هذه مسألة، عرفنا أن المسافر أنه يفطر ويقضي من أيام أخرى، لكن هذا في الإنسان الذي دخل عليه اليوم وهو مسافر، دخل عليه اليوم وهو مسافر من أوله وهو مسافر يفطر. لكن من أنشأ السفر أثناء النهار، إنسان في بلده أو مقيم، صام أول النهار ثم سافر في أثنائه، هذا يباح له الإفطار، لكن كونه يتم اليوم أفضل، كونه يتم هذا اليوم الذي بدأه وهو مقيم أفضل من إفطاره، وإن أفطر جاز له ذلك. نعم. يعني بعض العلماء يرى أنه يجب عليه أن يتم اليوم، بعض العلماء يرى أنه إذا بدأ الصيام ثم سافر في أثناء النهار يجب عليه أن يتم اليوم، بينما القول الآخر وهو الصحيح إن شاء الله أن له أن يفطر، وكونه يكمل اليوم هذا أفضل، وخروجا من الخلاف. نعم.
فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة. نعم، متى يبدأ الإفطار والقصر؟ ما يبدأ الإفطار والقصر إلا إذا فارق عامر البلد، خرج من البنيان يبدأ الترخص. أما ما دام في داخل البلد يمشي يريد الخروج وحانت عليه الصلاة في البلد، هذا يثم الصلاة لأنه ما زال في البلد ولم يبدأ السفر. السفر ما يبدأ إلا إذا خرج من البلد، فإذا حانت عليه الصلاة وهو يسير في البلد فإنه يتمها. نعم. والأفضل عدمه. نعم، قال والأفضل عدمه. جبره. فله الفطر. نعم، والأفضل عدمه. نعم. قال وإن أفطرت حامل. أعد العبارة. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. له الفطر، ولكن كونه يتم اليوم كما سبق أفضل، خروجا من الخلاف ممن يرى أنه يجب عليه إتمام اليوم. نعم. قال وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضت، أي قضت الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. نعم. نعم. وإن أفطرت خوفا على ولديهما فقط قضت عدد الأيام وأطعمت، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. نعم. الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا كان الصوم يشق عليهما في أنفسهما لهما الإفطار ويكفي القضاء في حقهم. أما إذا كانت الحامل والمرضع تستطيع الصيام في نفسها ولكن لو صامت ضر هذا الحمل أو الرضيع، هي تقوى ولكن الضرر على غيرها، على المريض، على الطفل أو على الحمل، أيضا تفطر. ولكن إذا كانت أفطرت من أجل الضرر عليها هي فقط فليس عليها إلا القضاء. أما إذا كان الخوف على غيرها، على الحمل أو على الطفل أو على الرضيع، فعليها أمران: القضاء والإطعام. عليها القضاء والإطعام، واللي يطعم عنها ولي الحمل أو ولي الرضيع. نعم. لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تدخل في الآية الحامل والمرضع، يدخلان في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لأن هذا نوع من المرض. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وعلى الذين يطيقونه فدية، ليس المراد يطيقون يستطيعون الصيام، المراد أنهم لا يستطيعون الصيام. يطيقونه يعني لا يستطيعون الصيام، وفي قراءة وعلى الذين يطوقونه فدية، أي الذين لا يستطيعون الصيام لكبر أو لمرض مزمن عليهم الفدية فقط، لأن الصيام في حقهما متعذر فيلجأان إلى البديل وهو الإطعام. مثلهم الحامل والمرضع كما سبق. نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد. روي يعني الإطعام مع القضاء، روي الإطعام مع القضاء عن ابن عمر أيضا كما هو مروي عن ابن عباس. نعم.
وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. نعم، لو أنه أفطر رمضان كله لهرم أو لمرض مزمن ثم دفع جمع الطعام عن الأيام كلها من أول الشهر إلى آخره ودفعها لمسكين واحد أجزى، وإن دفعها لعدة مساكين فلا بأس، لأن الله جل وعلا قال ففدية طعام مسكين، وفي قراءة طعام مساكين، يجوز هذا وهذا، يجوز أنه يوزع كفارة رمضان على عدة مساكين أو أنه يقتصر على مسكين واحد. نعم. قال ومتى قبل رضيع سدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. إذا خافت على الولد فقط، على الرضيع فقط، فإن كان لا يوجد مرضعة ويخاف على الطفل فإنها تفطر من أجله، ترضع تفطر علشان يدر له لبن، إذا صامت يتقلص اللبن أو يقف اللبن فتفطر من أجل أن تأكل وتشرب حتى يدر اللبن على الطفل لئلا يموت. أما إذا كان هناك مرضعة غيرها باستطاعة ولي الطفل أنه يستأجر مرضعة غيرها فلا يجوز لها أن تفطر لعدم الحاجة إلى فطرها. نعم. قال وضئر كأم. الضئر كالأم المستأجرة إذا كان الصيام يشق عليها مثل الأم، يباح لها الإفطار، يباح لها الإفطار حفاظا على الطفل، لأنه لا يمكن حياة الطفل إلا بهذا. نعم. قال ويجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. نعم، الإفطار أحيانا يجب، الإفطار في رمضان أحيانا يجب، متى؟ إذا توقف إنقاذ أحد على الإفطار كالغريق الذي وقع في الغرق فإن الصائم يجب عليه أن يفطر من أجل أن ينقذ هذا المريض من الغرق يغوص عليه، وإذا كان ما يتمكن إلا بالأكل والشرب يأكل ويشرب علشان إنقاذ هذا الهالك من المهلكة، مثل الدفاع المدني الآن إذا حصل خطر مداهم ولا يندفع هذا الخطر إلا بالإفطار يفطرون من أجل ذلك. نعم. وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه، مثلا المسافر قال أنا بفطر من رمضان بفطر لكن بصوم صوم تطوع، نقول لا، ما دام أن ما تصوم الفرض فلا تصوم للتطوع. نعم. قال ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. إذا صام أول النهار ثم أغمي عليه أو جن أصابه الجنون واستمر إلى غروب الشمس ما أفاق فإنه يقضي هذا اليوم لفقدان النية، لفقدان النية مع الجنون ومع الإغماء. أما إذا نوى الصوم من الفجر ثم طرى عليه جنون أو إغماء وزال في أثناء النهار، زال عنه في أثناء النهار وهو صائم من أوله، يجزيه هذا الصيام، يجزيه هذا الصيام لوجود النية. نعم. ولم يفق جزءا منه لن يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف. هذا ليس له نية ما دام مغمى عليها أو فيه جنون يفقد النية. نعم. فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. الصح
الصيام لا المجنون والمغمى عليه ليس له نية فلا يضاف إليه العمل الصيام ولا الصلاة ولا غيرها، لأن ما له نية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال: فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره. أما إذا أفاق جزءا من النهار حضرت النية فيصح صومه. نعم. لا إن نام جميع النهار. أما لو أنه تسحر أو ما تسحر ناوي الصيام، هو ناوي الصيام من رمضان لكنه نام جميع النهار ولا وعى إلا بعد ما غربت الشمس، وهو ناوي من الليل أنه يصوم، صيامه صحيح، صيامه صحيح لوجود النية معه. النائم نيته معه، النائم عنده نية ما زالت، خلاف المغمى عليه والمجنون تزول النية. نعم. فلا يمنع صحة صومه. فالنوم يختلف عن الإغماء ويختلف عن الجنون لوجود النية من النائم. نعم. فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة. والنوم عادة، معروف النوم أنه عادة مستمرة، خلاف الجنون والإغماء فهما طارئان لا معتادان. نعم. ولا يزول به الإحساس بالكلية. النوم ما يزول معه الإحساس بالكلية، بخلاف المغمى عليه والمجنون ما عندهم إحساس، أما النايم عنده إحساس، ولذلك لا تحرك شيء أو صوت شيء يستيقظ معه إحساسه. نعم. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف. الإغماء المطبق، مثلا إنسان أصابه إغماء أو فقدان للذاكرة مدة طويلة، سنة مثلا أو أشهر، هذا ليس عليه صلاة ولا صيام لعدم وجود العقل معه. أما الإغماء اليسير أو الجنون اليسير الذي لا يزيد عن أيام فهذا لا يزيل التكليف، فإذا صح من الإغماء أو من الجنون يقضي ما مر عليه في أثناء الإغماء والجنون من صلاة أو صيام، يقضي لأن هذا شيء طارئ فيقضي ما مر عليه في أثناء زوال عقله. نعم. أما إذا كان الإغماء طويلا مثل الذي يصاب في حوادث السيارات ويزول إحساسه سنة سنتين أشهر كثيرة، هذا لا حرج عليه فيما مضى، لكن إذا صح وعافاه الله يعود عليه التكليف ويصلي ويصوم في المستقبل، أما ما مضى عليه في مدة الإغماء الطويل فإنه لا يقضيه. نعم. قال: فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. نعم. رفع القلم عن ثلاثة كما في الحديث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده. يعني الصوم الواجب كرمضان والنذر والكفارة لا بد أن ينويه من الليل، لأن ينويه قبل طلوع الفجر، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، ولقوله: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. هذا الصوم الواجب،
أما صوم التطوع فيجوز للإنسان أن ينويه من النهار، فلو أصبح وهو لم يأكل ولم يشرب ثم نوى الصيام في أثناء النهار تطوعا هذا يجزي، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل هل عندهم من شيء، قالوا لا، قال إني إذن صائم، فنوى من النهار صلى الله عليه وسلم نوى الصيام التطوع من النهار، فالصيام التطوع أوسع من الصيام الواجب، الصيام الواجب لا بد أن ينويه من الليل، أما صيام التطوع فيجوز من النهار بشرط أن لا يسبقه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. نعم. لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، وقال إسناده كلهم ثقات. هذا صيام الفرض، سواء كان صيام رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر، لا بد أن تكون النية معه من قبل طلوع الفجر، إن طلع الفجر وهو لم ينوي ثم نوى لم يصح صومه، لأنه مضى جزء من النهار لم ينوي فيه صيام. نعم. ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، يعني نية الصوم الواجب تكون من الليل، سواء نوى من أول الليل أو من وسطه أو من آخره، ما يتعين أنه ما ينوي إلا عند طلوع الفجر، لا، لو نوى قبل ذلك من الليل فلا بأس. نعم. قال: ولو أتى بعدها ليلا بمنافل للصوم من نحو أكل ووطئ لصوم كل يوم واجب، يعني إذا نوى من أول الليل ثم حصل منه أكل أو شرب بعد النية ما يضر هذا، لأن الليل محل للأكل والشرب، والنية ليست من الليل، ليست في الليل، ما ينوي الصيام في الليل، إنما ينويه من الفجر وما بعد، فهي نية للمستقبل وليست نية للحاضر. نعم. قال: ويجب تعيين النية لصوم كل يوم واجب. هذه مسألة عرفنا أن النية شرط لصحة الصيام، وعرفنا أنها في الفرض لا بد أن تبدأ من الليل، والنفل يجوز أن ينوى من النهار، عرفنا هذا، لكن هل يكفي نية واحدة لرمضان مجملة ولكل يوم بمفرده، أو أنه لا بد من تجديد النية لكل يوم، ولا يكفي نية صوم رمضان بل لا بد من تجديد النية لكل يوم؟ نعم، هذا هو المذهب، أنه لا بد أن يجدد النية لكل يوم بمفرده، لأن كل يوم عبادة مستقلة فيحتاج إلى تجديد نية، ولا تكفي النية العامة، ولا كل مسلم ينوي أنه سيصوم رمضان، لكن هذا ما يكفي، لا بد أن ينوي صيام كل يوم في وقته. نعم. لأن كل يوم عبادة مفردة لا يسد صومه بفساد صوم غيره. نعم. لا نية الفريضة، لا نية الفرضية، نية الصوم لا نية الفرضية، نية الفرضية هذه مع كل مسلم، كل مسلم ينوي أنه سيصوم رمضان، هذه نية الفرضية، بخلاف نية الصوم هذه لا بد منها كل يوم قبل الفجر. نعم. قال: لا نية الفرضية، أي لا يشترط، لا يشترط، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه. نعم. ومن قال: أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا، فسدت نيته لا متبركا. نعم. ومن قال: ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا، فسدت نيته. إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله، إن كان يريد بإن شاء الله التردد لم يصح صيامه، لأنه لم يجزم النية. أما إن كان يريد بإن شاء الله التحقيق والتبرك
فلا مانع من ذلك ولا تبطل نيته. نعم. لا متبركا. لا إن قالها متبركا لا مترددا. نعم. كما لا يسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. هذه مسألة خلافية، هل يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يقولها؟ إن كان يريد بإن شاء الله التردد فهذا لا يجوز لأنه شك، أما إن كان يريد بإن شاء الله نفي التزكية فلا بأس بذلك، أنا مؤمن إن شاء الله يعني لا يزكي نفسه فهذا لا بأس، أما إذا كان يريد التردد والشك فهذا لا يجوز في الإيمان. هذا هو التفصيل في قوله أنا مؤمن إن شاء الله، هل تجوز أو لا تجوز؟ يقول هذا بحسب نيته، كان يريد بها التردد والشك فهذا لا يجوز، أما إذا كان يريد بها نفي التزكية لنفسه فهذا لا بأس به. نعم. قال ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. النية تكون بالقلب، النية تكون بالقلب ويدل عليها العمل، يدل عليها العمل، فإذا قام من آخر الليل وتسحر فقد نوى، فعل هذا يدل على وجود النية، على وجود النية، فالفعل يدل على النية. نعم. قال ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. هذا الذي ذكرنا سابقا أن النفل أوسع من الفرض، فيجوز أن ينويه من النهار بشرط لا يكون أكل أو شرب بعد الفجر. نعم. لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة رضي الله عنهم دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. هذا الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نوى صيام النافلة أثناء النهار داخل وهما نوى الصيام، لكن لما لم يجد طعاما نوى الصيام في أثناء النهار نافلة لا بأس بذلك. نعم. وأمر بصوم عاشوراء في أثنائه. وكذلك مما يدل على نية النفل في أثناء النهار أنه أمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، أمر الناس أن يصوم يوم عاشوراء في أثناء النهار وصاموا في أثناء النهار. نعم. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، من وقت النية، يعني هو دخل النهار وهو ما نوى صيام التطوع، ما نوى صيام التطوع، وفي أثناء النهار نوى صيام التطوع، الأجر هل يكون لكامل اليوم ولا يكون من وقت النية؟ يكون من وقت النية، يكون الصيام الأجر من وقت النية وما بعدها. نعم. قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. فهو فرضي. قال فهو فرضي لم يجزئه لعدم جزئه. لو صام قبل ثبوت الهلال، قبل ثبوت هلال رمضان، قال أنا بصوم الليلة مارس سواء شيف ولا ما شيف، إنسان إنه شيف هو فرض، وإن كان ما شيف فهو تطوع، يقول هذا ما يجزيك لأنك متردد في النية فلا يجزيك هذا اليوم، تقضي بدله لأنك غير عازم في النية. نعم. لعدم جزمه بالنية. نعم، لعدم جزمه بالنية، ولازم النية تكون جازمة ما يكون مترددة. نعم. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأه لأنه بنى على أصل
لن يتثبت من هذا في آخر الشهر يختلف عن أوله. في أوله لو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم لم يجزه ذلك لتردده النية. أما في آخر الشهر في آخر رمضان قال أنا بصوم لكن إنسان كبت الهلال فأنا أبفطر، نقول هذا الصوم صحيح وهذا ليس ترددا لأنه عازم على الصوم، ليس هذا تردد في الصوم. نعم، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله، بنى على أصل وهو بقاء رمضان ولم يثبت زواله انتهاء الشهر يكون صومه صحيح بناء على الأصل. نعم، ومن نوى الإفطار أفطر. إذا قطع النية، شوف إذا قطع النية في أثناء النهار صام ثم نوى الإفطار نقول بطل الصيام. ليه؟ انقطاع النية، انقطاع النية يبطل الصيام، يعني الصيام لابد يكون مع نية. فإذا نوى الإفطار في رمضان أفطر، أو أي صوم واجب إذا نوى في أثناء النهار أنه بيفطر ولكنه ما أفطر نقول النية أبطلت، قطع النية أبطل الصيام. نعم، لقطعه النية. نعم، وليس كمن أكل أو شرب. أما من أكل أو شرب ناسيا صومه صحيح لأن النية باقية، قال صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فهذا ما قطع النية وإنما نسي. نعم، بخلاف الذي قطع النية متعمدا. نعم، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. نعم، قال لقطعه النية وليس كمن أكل. أعد الكلام من أوله. ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. لعلنا نقف على هذه المسألة لأن فيها تفصيلا نعم. جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول الذي به شبق له أن يجامع وليس عليه كفارة، لكن ما الذي يجب على زوجته؟ زوجته ليس عليها كفارة، عليها القضاء فقط، لأن هذا مأذون به شرعا، هذا الجماع مأذون به شرعا فليس عليها كفارة إنما عليها القضاء فقط. نعم، وهل يجوز الاستمناء لمن هذه حاله؟ لا، الاستمناء لا يجوز لحال من الأحوال. نعم، هذا سائل يقول هناك بعض المسلمين يعيشون في بعض الدول الغربية وفي شهر رمضان يكون الإمساك في رمضان وقتا طويلا ويكون الإفطار في رمضان لمدة من بين 5 إلى 6 ساعات لأن هذه الدول كافرة ووقت غروب الشمس يأخذ وقتا طويلا. الكافرة ما لها دخل في العبادات، لكن الله أوجب علينا الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس سواء كان النهار طويلا أو قصيرا. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلا يجوز للمسلم أن يفطر أثناء النهار ولو طال الوقت، لا يجوز له هذا. نعم، يقول في تكملة سؤاله فأفتى لهم بعض المشايخ بأن عليهم بأن يصوموا على توقيت بلدهم. لا، هذه فتوى غلط، هذه تخالف النص. الله أوجب الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولو طال النهار. نعم، يقول هذا السائل إنما يصومون على توقيت بلدهم إذا لم يكن هناك ليل، لأن بعض البلاد يكون فيها النهار 6 أشهر أو الليل 6 أشهر، ما يمر عليهم ليل ونهار خلال 24 ساعة، ها هو اللي يصومون بالتقدير إلى أقرب البلاد إليهم. أما من يأتي خلال 24 ساعة يأتي عليه خلالها ليل ونهار فالليل فطر والنهار صيام صلاة أو قصر عملا بالآية. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول
ما حكم صلاة من صلى المغرب مع جماعة كانت تصلي العشاء وعند الركعة الرابعة جلس حتى أكمل الإمام الرابعة ثم سلم معه؟ لا بأس بذلك، له أن يدخل صلي المغرب خلف من يصلي العشاء ويجلس بعد الثالثة، فإن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا جلست المرأة في مصلاها بعد الفجر ذاكرة لله إلى أن تشرق الشمس وصلت ركعتين، ماذا تسمى هذه الركعتين؟ وهل لا بد من الجلوس في المصلى؟ لا، الجلوس هذا الذي ورد فيه الفضل هذا في المسجد، هذا في حق الرجل، هذا في حق الرجل. أما المرأة فجلوسها في بيتها لذكر الله صلاة ركعتين بعد ارتفاع الشمس لها أجر في ذلك، لكنه مثل أجر الرجل الذي جلس في المسجد من صلاة الفجر إلى أن ارتفعت الشمس وهو يذكر الله ثم قام وصلى ركعتين. نعم، هلك له أجر حجة وعمرة. وأما المرأة فلها أجر لكن لا يصل إلى حد أجر الرجل الذي جلس في المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل عند ختم القرآن بالتلاوة دعاء مستجاب؟ وما الدليل على ذلك؟ هل عند ختم القرآن بالتلاوة دعاء مستجاب؟ نعم، من الأوقات الفاضلة للدعاء عند ختم القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويدعو واحد ويؤمنون على دعائه، فهذا من المواطن التي ترجى فيها الإجابة عند ختم القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من صلى مع الجماعة ولم يسمع تكبير الإمام للتشهد الأول فلما كبر للثالثة قام معه وأتم صلاته بدون تشهد، فما الحكم في ذلك؟ إيش يقول؟ رجل صلى مع الجماعة ولم يسمع تكبير الإمام للتشهد الأول فلما كبر لقيامه للثالثة أي الإمام قام معه وأتم صلاته بدون تشهد، يعني بقي ساجدا. نعم، وما تشهد. نعم، وبقي ساجدا وما قام حتى قال الإمام الله أكبر للثالثة. نعم، فقام معه وترك التشهد. كان الواجب عليه أنه جلس وأتى بالتشهد ولحق بالإمام، لأن هذا بإمكانه، أنه لما عرف أن الإمام قام للثالثة وهو ما تشهد التشهد الأول، كان الواجب عليه أنه جلس وأتى بالتشهد ولحق بالإمام. لكن ما دام أنه جاهل يعذر بهذا، صلاة صحيحة إن شاء الله للجهل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم جلوس الحائض في ممرات المسجد وذلك لتلقي العلم وتبليغه للناس؟ وهل يدخل ذلك في قاعدة جلب المصالح مقدم على جلب المصالح؟ ما يجوز للمرأة أن تدخل المسجد للجلوس سواء في نفس المسجد أو مرافقه التابعة له التي داخل جدار المسجد كسرحته وساحته، لا يجوز تدخل المسجد للجلوس. أما دخولها ليأخذ حاجة والمرور لا بأس، أما دخولها للجلوس ألا تجلس لا لطلب علم ولا لغيره. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض والجنب عن الجلوس في المسجد، والله جل وعلا قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فلا يجوز لها أن تدخل في المسجد أو ساحاته تابعة له داخل الجدار والحائط تقول أنا بطلب العلم، لا، ما يجوز لها. نعم. ولا يدخل في ذلك قاعدة جلب المصالح مقدم على درء المفاسد؟ ما هو هذا جلب مصالح، هذا مضرة، تعصي الرسول وتقول هذه مصلحة، لا، ما يجوز هذا. نعم. ويقول هذا السائل: ما حكم قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب وذلك للضرورة؟
إذا خافت نسيان القرآن فلا بأس أن تقرأه محافظة عليه من النسيان. نعم. عن ظهر قلب. عن ظهر قلب. نعم. يقول هذا السائل في حكم الاستفادة من الدور الأرضي الموجود تحت المسجد. يقول هذا السائل ما حكم الاستفادة من الدور الأرضي الموجود تحت المسجد ولا يضر بالمصلين ولا يضيق عليهم؟ الدور الأرضي تابع للمسجد. بدروم كان. البدروم والخلوة يسمونها الخلوة تابع للمسجد. فلا يجوز أن يتصرف فيها بعمل دنيوي أو لمصالحه الخاصة، ما يجوز هذا لأنه مسجد. اللي تحته واللي فوقه كله تابع للمسجد، كلها ملك للمسجد، فلا يجوز له ينتفع به لحوائجه الخاصة. نعم. يدخل في ذلك شيخنا الشقق فوق المسجد؟ إذا بني المسجد فوق الشقق، يعني العمارة بنيت حتية بكافين أو مساكن وعلوها مسجد، هذا لا بأس إذا أنشئ على هذا. أما مسجد قائم نجي ونتصرف فيه وناخذ حتيه غرف ولا مساكن ولا دكاكين وعلوه مسجد، هذا ما يجوز. تقرر هذا مسجد ولا يجوز التصرف فيه. لكن حينما تنشئ بناية تنشيها تجعل حتية مساكن أو دكاكين وعلوها مسجد، هذا لا بأس، يعني انشئ على هذا. نعم. ويقول هذا السائل في سؤال مشابه، عندما بنوا المسجد بنوا شققا فوقه لغرض السكن للإمام والمؤذن. لا، ما يسكن فوق المسجد لا الإمام ولا المؤذن، لأن سطح المسجد تبع المسجد، والساكن يحصل منه أشياء ما تجوز في المسجد مثل الجماع مثل الحائض تلبس فيه، ما يجوز هذا. نعم. لكن تحت المسجد مثل ما ذكرنا إذا أنشي سكن حدر المسجد، يعني بني وجعل تحته أسفله مساكن وعلوه مسجد، لا بأس لأنه انشي على هذا من الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يلزم في رمضان من نية كل يوم من نية لكل يوم أو تكفي النية من أول الشهر؟ النية العامة والنية الخاصة لا بد منهما، لا بد أن ينوي رمضان ولا بد ينوي كل يوم نية مستقلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إمام يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة السجدة والإنسان وأحيانا الجمعة والمنافقون وأحيانا يقرأ سورة الجمعة في عشاء يوم الخميس، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، قراءة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، أما السجدة وهل أتى على الإنسان ففي فجر الجمعة، كل شيء يوقت بوقته ولا نتصرف من عندنا، فنقرأ الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، ولا نقرأهما في الفجر أو في العشاء، ما هذا خلاف السنة، ما نقول إنه ما يجوز لكن نقول خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما المعتبر في زكاة الأوراق النقدية، نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟ إذا اختلف إذا بلغ النصاب في أحدهما يزكى ولو لم يبلغ النصاب في النوع الآخر، إذا بلغ النصاب في الذهب يزكى زكاة الذهب، وإذا بلغ النصاب في الفضة يزكى زكاة الفضة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم صلاة المتنفل جالسا على سرير نومه؟ يجوز للمتنفل أن يصلي جالسا لكن له نصف الأجر، يجوز أن يتنفل جالسا ومن غير عذر ويكون لك نصف الأجر، أما إذا كنت صليت جالسا للعذر فلك الأجر كاملا، أما الفريضة فلا بد من القيام، قوموا لله قانتين، لأن القيام ركن من أركان الصلاة الفريضة ولا يجوز إلا عند العجز عنه، صل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، هذا في الفرض، أما في النافلة فله أن يصلي جالسا ولو لم يكن عنده عذر لكن يكون له نصف أجر القائم كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول
ما حكم صلاة المصلي إذا نسي قول الله أكبر بين الأركان؟ ما حكم صلاة المصلي إذا نسي أن يقول الله أكبر بين الأركان؟ يعني قصد تكبيرة الانتقال. نعم. تكبيرة الإحرام هذه ركن لا بد منها ولا تصح الصلاة إلا بها. أما بقية التكبيرات هذه تسمى تكبيرات الانتقال، هذه واجب من واجبات الصلاة، إذا تركها سهوا يسجد للسهو بدلها، وإن تركها عمدا بطلت صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هو دورنا نحن كطلاب علم في الذنب عن أعراض العلماء؟ نعم، أعراض العلماء وغيرهم، كل مسلم إذا سمعت أحدا يغتابه فإنك تنكر عليه، تدافع عن عرض أخيك، والذي يدافع عن عرض أخيه في غيبته يكف الله عن وجهه النار يوم القيامة. تدافع عن عرض أخيك ولو كان غير عالم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول بأن إعفاء اللحية سنة ويحتج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا؟ أي لو كان في القلب تقوى بقيت اللحية، ولكن حلقها يدل على أن ما في القلب تقوى ولا خوف من الله عز وجل، فنقول له: أنت صدقت، التقوى ها هنا، لكن حلقك للحية يدل على أن ما في قلبك تقوى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة بين السواري؟ عند الحاجة لا بس، إذا ضاق المسجد فلا بأس بالصلاة بين السواري. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي الطريقة المثلى لضبط العلم الشرعي، وما هي سمات طالب العلم؟ طريقة المثلى لطلب العلم أن تختار المدرس والمعلم العالم الذي يخاف الله عز وجل وتتلقى العلم عنه، وأن تبدأ من المختصرات، تبدأ من المختصرات لا تبدأ من المطولات، إنما تبدأ شيء فشيء تتلقى العلم درجات شيء فشيء، هذه الطريقة المثلى لطلب العلم مع النية الصالحة، لأن طلب العلم عبادة والعبادة لا تصح إلا مع النية الصالحة. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما هو الملتزم، وهل صحيح أن الدعاء فيه مستجاب؟ الملتزم ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة، هذا الملتزم، ويستحب أن يقف فيه ويدعو الله بما يريد من أمور الدنيا والآخرة.